اليوم هو يوم آخر للشعب الجزائري بيحتفل هنا في خراطة. مطالب الحراك واضحة وصريحة، مطالب الحراك واضحة وصريحة، وهي بناء دولة جزائرية جمهورية ديمقراطية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية. مطالب الحراك واضحة وصريحة، وهي بناء دولة جزائرية جمهورية ديمقراطية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية، ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية، دولة مدنية ماهوش عسكرية، دولة المؤسسات. الشعب كان واضح وقرر باللي نطلب المشاركة في انتخابات نظمها العصابات. اليوم الجزائري أموس يزجيز بعيدان نتز دي قرس زميران الفطليل ولدي بسان أبهم يوغلف الحاكم نسن الخطبان هكا يتفران.